السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة بيزنس دريم، ومعاكم المسلسل الشيق الغامض يوم وليلة. هنبتدي معاكم أحداث حلقة 12 ونتوقع حلقة 13 بإذن الله، ويلا بينا نقول الأحداث. حلقة 12 خلصت على أن سارة راحت ليحيى البيت وكان معاها ندى بعد ما خدتها من خالد لما عماد كان خاطفها، وزي ما توقعتلكوا أن باباها جابها من عماد لحظة دخوله عند أبو داليا. هو في اللحظة دي كان رايح لأبو داليا أصلا عشان يعرف منه تفاصيل، وقال له كل حاجة هو عارفها عشان يعرف الحقيقة ويعرف يساعد بنته، وراح فعلا وخدها وضرب عماد على دماغه ومشي وراح على باباه وادى البنت اللي سارة عند باباه. وهيبتدي محمود يوصل لكل حاجة من تيسير عن طريق الولد اللي سلطه عليها وطمعها، وهيكلمها عن الكومباوند فيبدأ يسحب منها الفلوس على حس الكومباوند، ومحمود هيفرح جدا عشان هيعرف يوصل لفلوسه واستخدم طريقة ذكية عشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيحصل منها من تيسير على كل حاجة، عشان تيسير طماع ودماغها ناشفة مش عارف يوصل منها لأي حاجة. وخالد هيوصل لمراد فعلا وهيوصل منه المعلومات كتير، بس من بعيد لبعيد عشان مش عارف يقرب له عشان البوديجارد اللي حواليه وعشان القوة اللي محاصر بيها نفسه، وهو مش سهل وماسك عصابة قوية قوي وبتشتغل في حاجات كتير زي عصابة المافيا كده. وهتظهر له سوسن بدر وهتقول له انت بتبتدي تقرب من الحقيقة، بس ما تسيبش اي حاجة تقدر توصلك للحقيقة اللي انت عايزها. والبوليس هينتبه لمكانه عشان هو بيدور كتير وبيلف كتير، بس هو طبعا هيعرف يهرب عشان البوليس هيروح المسرح عند ياسر وهيحاول يدور عليه مرة تانية. وهتبتدي لبنى ترجع حبها القديم لما ياسر يتكلم معاها ويقولها ان خالد كويس جدا لما راح لها البيت وعرف ان هي اللي دفعت له الفلوس بسبب خالد. فايه الاحداث اللي هتحصل اكتر؟ هل البوليس هيقدر يوصل له؟ هل هيقدر يوصل للحقيقه؟ هل هيتقدم في اي حاجه في حياته في المشكله اللي هو واقع فيها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا في القناة، ما تنسوناش باللايك. مع السلامة.